minha ficha. Foi na chimadinha. Ah, que gracinhos foram. السلام عليكم، معكم ماليا زنزاني من رئيسة جمعية لاينز كلوب غابة فلومبو أركانسيل. دونك جينا في زيارة لدار التعليم بمدينة أفوابال، جبنا لهم مجموعة ديال المساعدات، إن شاء الله يتقبل منا كاملين ويقبلوا علينا. دونك بالنسبة للمساعدات اللي جبنا لهم، جبنا 28 بطانية ومجموعة ديال المواد الغذائية، فيهم قطاني و المهم مجموعة المواد الغذائية الأساسية ديالهم. وجبنا لهم دي تروس هيجينيك اللي فيهم دوك المواد ديال التنظيف اليومي ديال النظافة باردون اليومية. والله يقبل من الجميع والله يقبل من الناس اللي ساهموا معنا، وشكرا على الاستقبال ديالكم، وكنشكر الأعضاء ديالنا كاملين ديال المجموعة اللي بلا بيهم بيان سور ما كانش غيكون هذا ليفينمون. الله يكمل بالخير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادره طيبه من هاد الناس ديال عقد الجو، ساهموا بهاد الخيريه بمجموعه ديال الحوايج، فيها الاكل، فيها البطانيات، فيها بيتروس ديال الدراري، كنشكرهم بزاف. هذه بادره مزيانه، كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم تعاود هذه البادره ديما، ونتمنى التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعاونكم. هذه مبادرة حسنة، كنشكر الجمعية اللي قامت بها، وكنتمنوا العودة إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله. الله يجزيهم. اليوم حنا في دار الطالب أستاذ الترعية الاجتماعية دار الطالب أفورير، نستقبلوا جمعية قوس قزح من مدينة الرباط اللي جاو بالتنسيق وبشراكة مع جمعية قدماء المقاومين المحاربين في أفورير بالرئاسة ديال الحاج أحمد بيقشان، وما جابوا مجموعة ديال المواد الغذائية والأفرشة لهاد المستفيدين اللي عندنا في الطاقة الاستيعابية ديال المؤسسة 28 مستفيد. وكنتمنى ان شاء الله ان هذه الزيارات بحال هذه الزيارات تكون، وبحال الالتفاتات هذه تكون لهذه المؤسسات، لان في حاجه ماسه ليهم، خاصه ان مجموعه ديال المحسنين هما اللي كيساهموا معنا في في السير والدعم ديال هذه المستفيدين اللي كنواكبوهم اجتماعيا وتعليميا وتربويا وصحيا. كنتمنى ان بحال هذه المبادرات هذه تكون من طرف الجامعات المحليه ومن طرف جمعيه المجتمع المدني ومن طرف مجموعه ديال المحسنين. بغيت نتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذه القافله من قريب ومن بعيد. وغادي نخص بالذكر، غنبدا اولا بالاعضاء، الاعضاء ديال النادي ديالنا. دونك كاين سي سيباري، محمد، مهدي العوفير، سناء زمزامي، اشرف بن عزوز،
شكون اللي نسيتو في لي مونغ؟ هادو اللي جاو معانا. وطبعا من بعد غادي المتطوعين جاو معانا، مجموعه ديال المتطوعين اللي كانوا كينضموا معانا هاد القافله اللي ضمات ثلاثه ديال المناطق، دونك كاين افوباب بالويدان والمنطقه ديال ووزغت اللي عاد غنمشيو ليها ان شاء الله. دونك من بعد ما بغيت بان نسى حتى شي واحد، دونك داكشي علاش قيدت الناس. عندنا شبكه ديال سوكا سيليك شخص ديال سي ايجا، دونك اللي ساعدنا بمجموعه ديال كبيره ديال الاغطيه وفرنا مجموعه ديال الاشياء باش تنجح هذه القافله. عندنا جمعيه ديال قلوب الخير من الدار البيضاء شخص هاجر وزوجها والسيده مريم السملالي اللي كانت متطوعه اللي عاوناتنا حتى هي في هذه القافله. عندنا شبكه ديال كونسلت اي تي باردون شخص سيدتين كوثر وصفاء اللي عاونونا حتى هما بواحد المبلغ في هذه القافله. عندنا مدام صفاء واصدقائها اللي كاينين في شركه فينسي في كازا، حتى هما عاونونا وساعدوا بزاف في هذه القافله. كاينه رئاسه جامعه السلطان مولاي سليمان بني ملال في شخص رئيس الدكتور نبيل حمينه، و ان كلوب معانا انيسياتور في شخص الرئيسه ديالو ياسمين، ومجموعه ديال الاعضاء اللي جايين حاضرين معانا علي مراد وحمزه. وشكر خاص لواحد الجروب ديال مجموعه نساء اللي كيقدموا لكم واحد التحيه كبيره، وهذه مبادره اللي كانت يعني بمساعده كبيره منهم. وكنخص بالذكر واحد السيده اللي بغاتكم تدعيو معها بزاف باش ربنا يبارك لها في صحتها، مريضه وهي اللي ساهمت معنا بزاف بزاف في هاد القافله، مدام اسماء الحناني، وطلباتكم باش تدعيو مع المجموعه ديالها. دونك مجموعه ديال النساء هما راه اكثر من 20 مرة اللي ساهموا بالكثير معنا، كيساهموا معنا دائما في الجميع لي زاكسيون اللي كنديروا. هذا دونك كان عندهم الفضل الكبير، و بغاتكم تدعيو معاهم. ما بغيتش نذكرهم واحد بواحد باش ما نتعطلوش كاملين، ولكن بغينا واحد الدعاء اللي غيديروا لنا السيد. واخيرا كنشكروا الحاج اللي كان بيان سور هو الانترميديير، وهو اللي كان سبب باش يوصل لهذا الشيء لهاد الناس كاملين. دونك شكرا لكم كاملين. لا نسيت شي واحد يسمح ليا، و فوالا. دونك كنتمناك دير لنا واحد الدعاء للناس كاع اللي ساهموا باش توصل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا ربي تجمعنا هذا الجمع المبارك المرحومة، اجعل اللهم تفرقنا من تفرقا سالما وفقا معصوما. يا ربي لا تدع في مقامنا هذا البال إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف هذا الناس، الله يجازيهم، الله يكثر خيرهم كاع اللي ناويين في هذه الصدقة، الله يكملها لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظننا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، لا تولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، لا يذل من وليت. اللهم اغفر ربنا وتعاليك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ورسولنا جلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا يا رب العالمين. اللهم هد الناس اللي جابوا الصدقة، اللهم جازيهم عنا خير الجزاء، جازيهم عنا خير الجزاء، وفي الصدقة الله يكمل يوم اللي كان مريض، الله يشافيه، الله يكمل مرغوب ديال الجميع، الله يكثر الخير للجميع. قال لي سام في هذا من قريب ولا من بعيد، الله يكمل لي داك الشيء اللي هو كاع اللي نوال شي حاجه في الضمير ديالو، الله يكمل عليه. سبحان ربي صاحب الجلال، الله ينصرو، الله يشد العضل ديالو، البلاد ديالنا الله يحفظها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنشكروا هاد الناس كاع اللي ساهموا في هذا الشيء من بعيد ومن قريب اللي عاونوا هاد الطلبه كحامل لكتاب الله. الله يجازيهم بالخير، الله يجزيهم الخير الجزاء كاع اللي نوفوا في هاد الهديه، وكنشكروهم وكنطلبوا الناس اخرين من قريب ومن بعيد يساعدونا ويعاونونا. هاد المدرسه ما حتى شي دعم من شي بلاصه، راه غير هاد المحسنين. حنا دابا راه كلشي كنشريوه الماكله وكلشي، حتى شي حاجه ما كتجينا من شي بلاصه، راه غير المحسنين اللي عايشين معاهم باش كنقراو باش نعاونوا هاد الناس. انا واحد الطالب متطوع حتى انا كنعاونهم، مره كاين اللي امام المسجد ديال هذا اللي مكلف، انا غير النايب ديالو كنساعد الناس في تحفيظ القران وفي الرسم ديال القران. وقعد الناس اللي ساهموا الله يجازيهم بخير، سواء من قريب ولا من بعيد، سواء الحكومه سواء كلشي اللي كاين، عباد الله الله ينصروا، الله ياخذ بيديه البلد ديالنا، الله يحفظها. تبارك الله. كنشكر هاد الناس اللي جاو عندنا اليوم، فرحوا لينا الوليدات، وزعما ما عمر شي حد دار بحال هاد البديره هادي. على الاقل المهم تفكروهم، وداكشي حنا في منطقه جبليه اغلبيه ما تيوصلوناش بحال هاد البوادر بحال هكا. تنشكرهم وتنتمنى من المحسنين
ديما يدير واحد الالتفاته مثل بحال هاد الدور هادو، لحقاش فيهم الايتام، فيهم الدراري قرويين، كاين اللي ما عمره مسكين ما شافش هاد الشيء، ما شاف كلون، ما شاف حتى حاجه. انتم شفتوا بعينيكم كيفاش فرحوا الدراري، وهاد الانطباع غادي يبقى عندهم متأرخ في الذاكره ديالهم. تنشكرهم وتنعاود تنجدد الشكر ديالي لكل اللي ساهم في هاد البديله اللي جات دابا، هاد الناس كاملين اللي تفكرونا. وتنتمنى من كاع الناس ولو غير شويه شويه، مره في عام ولا مره في نص العام، يديروا لنا بحال هاد الالتفاتات. وشكرا. عطيناهم كتوبة ديال القرآن، عطيناهم المنطاط، عطيناهم داكشي ديال الأكل. من تما شدينا طريق بين الويدان لدار الطريبة، دار الطريبة ديال بين الويدان، حيث قمنا بتوزيع بعض الهدايا للمتفوقين ديال التلاميذ، وبعض المواد الغذائية لهذوك الطلبة اللي كيقراو تما. ودابا حنا تنشرفوا على المدرسة ديال أيت علي ومحند مع مجموعة مدارس أيت حلوان، حيث غادي نقوموا بتوزيع بعض الهدايا لبعض المتفوقين في التلاميذ اللي كيجيو الأولين والثانيين والثالثين، وبعض الهدايا للناس الآخرين، دوك التلاميذ الآخرين، وبعض النضر ديال الشوف لشي وحدين الناس المعوزين اللي ما عندهمش. وكانت ومن هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشدوا الطريق لوويزرت باش نقوموا بتوزيع الاغطيه والملابس والمواد الغذائيه للناس ديال القدماء المحاربين والقدماء العسكريين، للناس اللي ضعيفه، بتنسيق مع الجمعيه ديال طات شورت مع تيريزا سين حسن، وفويزرت بتنسيق مع الجمعيه الوطنيه لقدماء المحاربين بطبيعه الحال. وكنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه البديره تعاود مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه بديره زينه، نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم كل واحد عند حسن الظن ديال الجميع. وكنشكركم انتم اللي تابعتونا وتابعتوا هاد المسائل هادو اللي كنفرقهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الشيء راه كنديروه ماشي كنديروه لروسنا، ولكن الإعلان ديال السيد العامل نشكروه ونشكرته هو والمندوب الإقليمي ديال التربية الوطنية والمسؤولين قالوا ديال السلطة المحلية القيادة، نشكرهم بزاف على المجهودات اللي قاموا بهذه المسائل اللي درنا باش يدوز هذا الشيء في أحسن ما يرام. والحمد لله لحد الساعة القافلة اللي غادية ما كاين لا مشاكل لا والو، زعما من افولال مشينا لدار الطريبه، هذا القران جينا للويدان، احنا في المدارس ديال ايت علي ومحند لحد الساعه الحمد لله. الحمد لله ونشكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمستفيدين ديال دار الطريبه، كاينه دار الطالب ديال افولال، دار الطالب ديال افولال كاينه 28 مستفيد. نعم. بالنسبه لدار القران كاينه 15 مستفيد. بالنسبه لدار الطريبه ديال بالويدان 72 مستفيد.
بالنسبه للمدرسه ديال ايت علي ومحمد تقريبا 120 مستفيد بما فيهم التلاميذ والابناء. وبالنسبه للوزارت؟ بالنسبه للوزارت غادي تستافد 100 واحد، غير وزارت كاين الفرق بين هنا التلاميذ عطيناهم الجوائز عطيناهم المسائل. بالنسبه للوزارت هنا دوك الناس اللي ما عندهمش، كاين الاغطيه، كاين الحوايج ديال البوس، كاين الماكله، كاين بزاف ديال الحوايج. والله يعاون الجميع، نتمنوا التوفيق للجميع، والله يعاون هاد الناس هادو اللي عطاونا هاد الشيء اللي ساهموا معنا هاد القافله هادي ديال قوس القزح، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيمين. وعاش الملك والله ينصر سيدنا. حسن تيريزاتين، رئيس جمعيه تاتشور للتنميه والبيئه والاعمال الاجتماعيه. اليوم تنتواجدوا في فرعيات ايت علي ومحمد التابعه لمجموعه مدارس ايت حلوان. اليوم قمنا بتوزيع بعض الهدايا للمواد الغذائيه والجوائز للمتفوقين بالنسبه للفرعيه ديال ايت علي ومحمد والمركزيه ديال ايت حلوان، وذلك بشراكه مع اللجنه الجهويه لقدماء المحاربين والعسكريين ببني ملال بتنسيق مع نادي اليونس الرباط قوس قزح. تنشكر الجميع اللي شاركوا لا من بعيد ولا من قريب، وتنتمنى هذه الفرصه هذه تعاود ان شاء الله، ونشجعوا الوليدات باش تكون النتائج مرضيه ان شاء الله. السلام عليكم. عبد علي، مدير مجموعه مدارس ايت حلوان. اولا تنشكر اللجنه ديال الجهويه لقدماء العسكريين والمحاربين في بني ملال بتنسيق مع الجمعيه تاتشورت للتنميه بالودان اللي ساهموا بهذه المبادره الطيبه. هذه المبادره اللي ارتأوا الا ان يزوروا المؤسسه في ايت علي ومحمد، وغادي يفرقوا بالنسبه للتلاميذ واحد المجموعه ديال الكتب المدرسيه والكتب ديال المطالعه، زائد بعض الادوات المدرسيه، ثم توزيع النظارات على ضعاف البصر اللي عطيناهم القياسات ديالهم. ثم غادي يستافدوا التلاميذ واحد 120 تلميذ، ما يقارب 120 تلميذ، من التنشيط اللي تقوم به هذه اللجنه المنظمه. وتنشكروا جميع من ساهم من قريب او من بعيد في هذا النشاط التربوي، وهذا النشاط التربوي فعلا يساهم في الحد من الهدر المدرسي، ويساهم في تشجيع التندروس، ويساهم في تحبيب المدرسه للتلاميذ. واشكر مره اخرى كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا النشاط التربوي والاجتماعي، وشكرا. معكم ماليا زنزامي، رئيسه نادي اليونس شعلات قوس قزح الرباط. دونك جينا اليوم احنا مجموعه الاعضاء من النادي المدينه جهه بني ملال خنيفره. دونك بدينا هذا الصباح، كانت اول محطه لينا في افوراب، مشينا لدار الطالب اللي كتضم 28 طفل ذكور. دونك مشينا، كانوا عندهم مجموعه ديال الاحتياجات، طبعا ما قدرناش نلبيو لهم الاحتياجات كاملين، ولكن قدرنا نوفر لهم مجموعه ديال الاحتياجات ديالهم. من بعد مشينا مرينا على دار القران اللي كتضم حاليا 15 بنفس المنطقة، منطقة أفوراب اللي كتضم 15 طالب. هي توقفنا عندها، عطيناهم مجموعة ديال الأغطية، مجموعة ديال المواد الغذائية، مجموعة ديال المصاحف ملابس. ومن هذا المنبر كنوجه شكر جزيل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي وفرت لنا مجموعة ديال المصاحف والكتب الاسلاميه اللي قدرنا باش نفرقوهم على هاد المساجد واللي المحطات اللي مرينا عليهم.
من بعد كان عندنا المحطة الثالثة اللي هي دار الطالب والطالبة بالويدان واللي كتضم 71 طفل وطفلة. كان عندنا توقف درنا معهم واحد النشاط وكانت وقفة جلسنا معهم وهذا. من بعد ما بينا هذه هي المحطة الرابعة اللي ضمينا فيها هاد الجوج ديال الابتدائيات وجبنا لهم مجموعة ديال الجوائز كانت جوائز تشجيعية والأوائل ديال الأقسام. اللي بغيت نوصل برسالتي انه هذه كانت اول زياره لنا لهذه المنطقه. القافله يعني كانت كنديروا مجموعه القوافل ولكن هذه كانت اول زياره لنا لهذه المنطقه. وطبعا كان في هذه الفرصه كنغتنمها باش نشكر الحاج احمد اللي هو اللي كان متواصل معنا وكان يعني كيسهل لنا بزاف ديال الامور. كذلك كنضم شكري للرئيس جامعة ديال السلطان مولاي سليمان الدكتور نبيل حمينة اللي كان معنا يعني هو اللي قدر يوصلنا طبعا لهذا المنطقة. والناس كاملين يعني اللي وقفوا معنا ناس مجموعة كبيرة قدرنا نوفروا مجموعة. بقي لنا الحاجات بغينا نجيبهم لهم مازال ان شاء الله غنديرهم نعطيهم موعد مرة اخرى. كتبنا مجموعة الاحتياجات بقي عندنا وقفة ان شاء الله في واوي زغط اللي جايبين احتياجات ديال وفرناها لمية أسرة بالمنطقة. هي على حسب العلم ديالي أن المنطقة كتضم 500 أسرة ولكن اللي قدرنا نوفره هو 100 أسرة. قدرنا نوفره لهم يعني قفة من المواد الغذائية وجوج الأغطية لكل أسرة وجهزنا قفة من الملابس لكل أسرة. ودابا بقى لنا اخر نشاط مع المدرسه اللي هو تقديم جوائز واحتفال بسيط ومن بعد كنتوجهوا للمحطه الاخيره اللي هي بواوي زغط. وشكرا. بارك الله فيك. شكرا للمسؤولين. اولا نشكر الحاج خشان احمد رئيس اللجنه الجهويه لقدره المحاربين والعسكريين لملال الذي ساهم في هذه المبادرة وكذلك نادي ليونسي الرباط قوس قزح وخاصة ماريا الزمزاوي أعضاء النادي ونرحبهم في فرعية عيد علي محل وهذا الحفل البهيج. سنقدم الآن بعض الجوائز للمتفوقين في مستويات جميع المستويات بالنسبة لفرعية عيد علي محل ومدرسة المركز لأيس كروان. المستوى الأول النادي المتفوقة الأولى في المستوى الأول أبو عينان فرحة. أبو عينان شوف